واحد فيه في مكان قافل عليه باب بيخف يوم يفتح تاني. أسرار بنداري عنها عنين وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنسى. فاكرنا اصحاب مش تمام قوي. المنشطات هنا تشتغل على ابوه. افهم مالك يا سيدي تبقى خطيب. اللي يساوم واحده على حبها ليه يبقى اسمه نادي. ماما كانت راحت مننا يا حسام، الحمد لله ربنا رجعها لنا. هتدفع شويه فلوس استثمار وبعد يومين ثلاثه هيرجعوا اضعف اضعاف. ايه المشكله يعني؟ انا اهم حاجه عندي يا حسام هي المصداقيه، والمصداقيه دي يمكن هي اللي بتميزنا في السوق كله. امضي على الاقرار ده. ذمتك في اب مضي ابنه على اقرار؟ لازم مع صاحبتي امير. مالك يا جو؟ في ايه؟ موضوع اياد ده انتهى خالص. انت متاكد؟ اخر يوم في عمرك. انت فاهم؟ حبيبي
انت هنا؟ يا حبيبتي لسه راجع. بقول لك ايه؟ انا عايزك تغمضي عينك. غمض عينيا؟ غمضي بس اهو، اوعي تفتحي. فتحي بقى. او ماي جاد، ايه ده؟ حلو قوي، بس ايه المناسبة؟ المناسبة اني بحبك. يا روحي انت، ربنا يخليك ليا. بقول لك ايه صحيح؟ ايه؟ انا حجزت لك عند دكتور بيقولوا عليه شاطر قوي، يعني نروح نطمن عليك. اه لا حلو، حلو قوي على فكرة. انا قلت كده برضه، هياكل من صباعك حتة. وبعدين يا فريدة هتقولي لولادك ازاي؟ الموضوع ده ممكن يغير كل حاجة في حياته وفي حياتك. مش عيب على واحدة في سنك وفي مركزك تعمل كده. بعدين بقى يا فريدة يا حبيبتي، قلت لك مستحيل الرسالة دي تكون ليها علاقة بموضوعنا. ده موضوعنا خلص خلاص، أكيد في لبس. اسمعي اللي أقول لك عليه، مفيش حد يقدر يهددك تاني، أنا عارف أنا بقولك كويس. إحنا مش لازم نتقابل بعد كده قبل موضوعنا ما يبقى رسمي. أعصابي خلاص ما بقيتش قادرة أستحمل أكتر. يعني مش عايزه تسافر للاقصر واسوان؟ يعني مش عاوز اسافر للاقصر واسوان، هي كرواته بتكروتني يعني وخلاص. كرواته؟ وايه الكرواته اللي في كده ان شاء الله؟ انت عايز تسفرني رحله تبع الشركه بتاعتكم، هو ايه حاجه ببلاش كده؟ حاجه ببلاش؟ هو في ايه يا بنتي؟ مفيش في دماغي غير الفلوس بس. دكتور خالد هنداوي موجود؟ ايوه سعادتك، في حاجه؟ ايه؟ البوليس عايزني انا؟ انت متاكده؟ والله زي ما بقول لحضرتك كده. أنا فريدة الجبالي والدة الدكتور خالد، في إيه؟ للأسف يا مدام فريدة، دكتور خالد مطلوب القبض عليه. إيه؟ خالد مش ممكن. يا دكتور، في حد اسمه إياد سالم رزق، مقدم في حضرتك بلاغ بيتهمك فيه بالتعدي عليه بالضرب، ومقدم مع البلاغ ده تقرير كشف طبي بيوضح إن في تورم في العين مع التأثير على حاسة البصر مع وجود بعض الكدمات الشديدة بما يستلزم علاج أكتر من 21 يوم. سعادتك عارف يعني إيه علاج أكتر من 21 يوم؟ يعني بقى في جناية وفي قضية. الحقيقة يا فندم أنا فعلا اتخانقت مع إياد وضربته. الإصابات اللي عنده دي بقى بجد ولا لأ؟ التقرير الطبي اللي قدمه ده سليم ولا لأ؟ أنا معرفش، بس ما بتهيأليش إن في حاجة حصلت يعني. على العموم هو خضع للكشف الطبي عندنا واحنا مستنيين التقارير. بس من فضلك انا عايز اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. ايه اللي يخلي واحد زي حضرتك في منصبك العلمي والاجتماعي يعمل عمله زي دي؟ مع انه واضح على حضرتك انك ابن ناس ومن عيله وعندك مركز طبي مرموق
يبقى من باب أولى تخاف على سمعتك، مش كده؟ حضرتك عندك حق طبعا. مع الأسف يا فندم، اللي اسمه إياد ده أنا في يوم من الأيام كنت بعتبر إنه صاحبي، لحد ما اكتشفت إنه بني آدم واطي وندل وتسبب في مشكلة كبيرة جدا. رحت له واجهته، حصل اللي حصل. طيب ما هو سعادتك ممكن تحكي لنا يعني إيه المشكلة الكبيرة جدا دي اللي حصلت؟ اسمح لي يا فندم، أنا آسف. المشكلة دي تخص حد عزيز عليا جدا، ما اقدرش اقول اسمه ولا سبب المشكلة ايه، لاني كده هبقى بفضح سر. واضح يا دكتور انك مش عارف انت جاي هنا ليه وعشان ايه. انت مش جاي قضية ودية، انت جاي قضية جنائية، واي كلمة ممكن تقولها تفيد وضعك في القضية فده لمصلحتك. الموضوع مش هزار يا دكتور. انا اسف يا فندم، بس أنا مش شايف إن أنا مجرم محتاج يقول أي حاجة عشان تحسن وضعه في القضية. المجرم الحقيقي في القضية دي هو اللي حضرتك بتسميه المجدعني. إيه يا رياض؟ أنت فين؟ طب يلا بسرعة بس، يلا. يا ماما، بقول لك هو فين؟ داخل علينا على طول. ما تخافيش يا طنط. أنا متأكدة إن خالد لا يمكن يعمل حاجة غلط. إن شاء الله خير. أهو جه أهو. مساء الخير يا جماعة. تأخرت قوي يا رياض. تأخرت فين بس؟ ده أنا جاي بجري. من فضلك امرنا يا باشا. بلى يا باشا، بس مش عارف يا باشا. عمرك يا باشا. يا جماعه طمنينا، اهو خالد عمل ايه؟ مفيش حد عارف حاجه لسه. اتفضل يا باشا. طيب عندي سؤال. اتفضل. بعد اذن سيادتك فندم، أقدر أنفرد بخالد 10 دقايق؟ مفيش مانع، اتفضل. في يا خالد؟ ما تتكلم. بصراحة في مشكلة تخص ملك، وأنا مش هينفع أتكلم في المشكلة دي خالص، ومن فضل حضرتك ما تجيبش سيرة ملك في الموضوع ده نهائي. مشكلة إيه؟ حاجة أخلاقية؟ لا طبعًا. اللي اسمه اياد ده بيحاول يبتزها. يبتزاني؟ ابتزاها ماديا يعني؟ حاجة زي كده. مفيش حاجة اسمها حاجة زي كده. خالد لازم تتكلم والا موقفنا يبقى سيء. مفيش حل تاني يعني؟ الحل التاني بقى ان احنا نتحايل على اياد يتنازل على القضية ونعمل محضر صلح. ده لا يمكن هيرضى يتنازل ابدا. ما هو سكوتك هو اللي اضطرنا لكده. خلينا نروح لولد زي ده نترجعه عشان يتنازل. لكن انت بقى لو اتكلمت ممكن اقلب الترابيزة عليه واوجه له اتهام. ساعتها هنبقى في مركز قوة. لا يا أستاذ رياض، أنا عندي إن أنا أتفاوض معاه أحسن من أحط ملك اللي والدتها لسه متوفية في موقف زي ده. هاي يا خالد يا حبيبي، إيه الأخبار؟ ما تخافيش يا ماما، كل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. طب هم واخدينك على فين دلوقتي؟ يلا يا أستاذ، هم شوية. إيه يا رياض، واخدينه على فين؟ واخدينه على الحجز طبعًا. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ جون حتى عدي بالضرب على واحد اسمه اياد. مشكلة ان خالد رافض يقول ايه الاسباب اللي خلته يضرب. اتفضل يا دكتورة، بس ما تكون منك لولو. ايه ده العينة الجديدة دي؟ ده شكلها كده اخر علاقة. خش يا زميلي. شكله دكتور. انت بتفهم يا اسطى؟ انت بتفهم بس يا زفت. انت هو بقى بس صدعتونا. دكتور خالد استاذ الشراوي. اه يا حبيبي، ازيك؟ عامل ايه؟ تعال اتفضل. اوعى وسع عيال، وسع انت هو. يلا اتفضل يا حبيبي، اتفضل. انت اهو اقعد كده، اقعد زي كده. ها ودي قعد. ايه يا دكتور خالد؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي جابك كده مع الاوباش دول؟ لا دي خناقه بسيطه كده. انت تتخانق انت؟ ده انت اكتر واحد في الدنيا دي اعرفه محترم. احكي لي بقى اللي حصل. هي ايه الحكايه بقى بالظبط؟ مش عارف، بس الموضوع شكله ليه علاقه بملك. البت دي احنا ما شفناش خير من ساعه ما دخلت البيت. بجد بومه بوز اخس. اول حاجه الفرح بتاعنا باظ، تاني حاجه شعر العسل باظ، حتى خالد اللي مشي جنب الحيط اتصدم بسببها. يعني البت دي ان قعدت في البيت شهرين كمان هنموت كلنا. شيخة حرام عليك، دي غلبانة جدا.
انت حطها في دماغك ليه؟ نعم حطها في دماغي. حطها في دماغي ليه دي؟ مين دي اصلا البومه دي عشان حطها في دماغي؟ لعلمك البت دي انا قابلت نوعيتها كتير قوي، العيال اللي بتتمسكن لغايه ما تتمكن دي، عارف اللي بيتقال عليها يا ما تحت السواهي دواهي، اهي دي كده بالظبط. خلي بالك من كلامك يا فاطمه، دي مهما كان بنت خالتي. بص يا سيدي، سمعت يا تاتوش كلام ان الموضوع داخل فيه ست ملك. اوعى يكون الواد اياد غلط مع ملك وحامل منه. يا ساتر على افكارك النكس يا اخي، انت على طول ظنك وحش كده في الناس. يا عم انت اللي فاهم الدنيا غلط ولا فاهم حاجه خالص. انت عايز تقنعني ان واحد بيجي بكل بجاح ويقفلوا على نفسيهم ور 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 ور، والبت سماح سامعه ملك من كام يوم وهي بتقول له وطي صوتك بلاش فضايح، والدكتور خالد يتخانق معاه ويضربه. يا عم الحكايه باينه زي الشمس. ملك دي شمال شمال. يا عم كفايه بقى، انت عمال تتكلم ظلم ومش حاسس، وليه احنا ظن في الناس؟ ما يمكن في حاجه احنا مش فاهمينها ولا عارفينها. ماشي انا اهو انت اهو، اما كان كلامي طلع صح ابقى انا راجل ما بفهمش حاجه. انت فعلا ما بتفهمش حاجه يا عوض. ماشي يا عم يدوم. أنا عايزاكي بقى تفهميني إيه اللي بينك وبين اللي اسمه إياد ده؟ وابني خالد دخله إيه في الموضوع؟ أبداً يا طنط، أنا كل الموضوع بس إنه إياد ده كان عاوز يخطبني، وبعد فترة لقيت إن أخلاقه مش كويسة فلغيت فكرة الخطوبة دي خالص. وأنا لما جيت على مصر هو جه ورايا على مصر عشان يطاردني، فأنا اضطريت إن أنا أقول لخالد، ويمكن عشان كده خالد اتخانق معاه وراح ضربه. أنت متأكدة إنك بتقولي الحقيقة؟ اه طبعا يا طنط، هيكون في ايه تاني يعني؟ يعني مفيش اي حاجه تانيه مخبيها عليا؟ بس اللي بتقوليه ده ما مش كل البلاوي اللي احنا فيها. معلش يا طنط انا اسفه جدا، انا عارفه انا عملت مشكله كبيره، بس صدقيني يعني مش عارفه اقول حاجه ايه. انا ممكن امشي، ما عنديش اي مشكله. تمشي تروحي فين؟ انت غبيه؟ وانت واحده صاحبتنا؟ انا جايه اسالك عشان اعرف منك الحقيقه واعرف اتصرف. صدقني يا طنط اللي قلته لحضرتك هو ده بس اللي حصل، وانا كنت اعرف ان خالد عصبي ومتهور، انا ما كنتش قلت له اي حاجه. مش عارفه اقول حاجه ايه بجد، انا اسفه. ام سوري. اوكي يا حبيبي، اشوفك امتى؟ انا باتصل بيك. طب يلا باي باي. يوسف. اه يوسف عم اياد، ايه شفت عفريت ولا ايه؟ اسمع يا يوسف، لو حاولت تعمل اي حاجه من اللي اخوك عملها معايا هيكون مصيرك جنبه في السجن. لا 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 ما تقلقش، انا موضوع العنف والضرب ده مش طريقي خالص، انا جاي احل مش جاي اعقد الموضوع اكتر ما هو متعقد. فعليك زي الشاطر بقى تطلب لنا روم سيرفيس 2 قهوه كده نقعد نتكلم عشان نحل الموضوع، ولا ايه رايك؟ ماشي يا يوسف اتفضل. اتفضل. وماله؟ أنا بقى مش مصدقة الكلام اللي بتقوله اللي اسمها ملك دي. لا صدقي، خالد أخويا وأنا عارفه، طول عمره بيحب يحشر نفسه في اللي ملوش فيه. يا سلام، وهو لما يساعد بنت خالته يبقى بيحشر نفسه في اللي ملوش فيه؟ يا طنط حضرتك عارفة خالد صاحبي إزاي، وخالد من أحسن الشخصيات اللي أنا قابلتها في حياتي، بس خالد عنده مشكلتين وأنا ياما حذرته منهم. خالد لما بيتعصب ما بيعرفش يسيطر على نفسه، خالد كمان بيحب عيلته جدا فبيتدخل في اي حاجه تخصهم وفاكر ده لصالحهم، فساعات بقى الموضوع بيقلب بالعكس. خالد اخونا يا اشرف وبيخاف علينا قوي، وبعدين من اول ما ملك جت وهو بيحاول يساعدها، وده عادي خصوصا انه معتبر اللي اسمه اياد ده واحد صاحب، فبيتدخل ما بينه وما بينها. ما هو ده اللي انا بقوله بالظبط، هو حاول يتدخل في الموضوع اتعقد زياده. هو احنا سايبين الموضوع الاساسي وقاعدين نحلل في شخصيه خالد؟ قصدك ايه؟ قصدها تقول ان ملك ممكن تكون مش قايله كل الحقيقه، في حاجة مخبية
وخالد بس اللي يعرف. ودي شيك ب$10,000. وانا اللي يضمنني بقى ان الشيك ده له رصيد؟ هنخون بعض يا ميعاد ولا ايه؟ وبعدين يا سيدي لو ما طلعش فيه رصيد ارفع عليا قضيه واسجنني، حلو كده؟ انا اقعد كل يوم اسجن واحد فيكو؟ ده انت لطيف بقى. طب عايز ايه دلوقتي؟ كاش. كاش ها؟ صبرنا يا رب. ماشي. بكره الصبح في النيابه الفلوس هتكون في ايدك. وكمان ما حدش يتدخل بيني وبين ملك. يعني ايه؟ يعني محدش فيكو يعرف اللي بيني وبين ملك فمالكوش دعوه بيا. هيكون في ايه بينك وبين ملك؟ انت كنت خطيبها وسبت بعض وكل واحد راح لحاله، في حاجه تانية؟ لا ما كنتش خطيبها، بس محدش فيكو يعرف علاقتنا وصلت لحد فين. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ خلاص يا جماعه اعتبر الموضوع انتهى. ازاي؟ رحت قعدت مع اللي اسمه اياد ده واقنعته يروح بكره يتنزل. بجد يا يوسف؟ الحمد لله. اقنعته ازاي الواد ده؟ لها في $10,000 حار ونار في جتته. مش مهم يا حبيبي انا ضامن. كمان ما ايه اللي بتقوليه ده؟ بس تديني ولا ممكن عشان تدهمني؟ مش خالد ده اخويا برضه ولا ايه؟ بس بجد برافو عليك يا جو، انا قلت الواد ده استحاله يتنازل. طب هو ما قالش اي حاجه عن طبيعه علاقته بملك؟ لا قال. قال ان هو كان خطيبها ولسه بيحبها وفكر يرجعلها، بس خالد اتدخل وقعدوا يتكلموا هما الاثنين كلمه من ده على كلمه من ده، اتخانقوا. راح خالد مسكه واداله علقه متينه. بس ما قالش حاجه تانية؟ بس. متاكد؟ فيها فاطينه. متاكد. هتعملي فيها وكيل نيابه؟ ده انسان حقير وواطي. انت تصدق الكلام ده عليا يا يوسف؟ لا انا ما قلتلكيش ان انا مصدق، انا بقولك بس اللي هو قاله. والله ده مريض، انسان مريض بجد. هو بيقول كده قدامكم عشان يشوه صورتي قدامكم ويخليكم تتخلوا عني وارجع اكلمه من تاني والجا له. طب ايه دي؟ طيب انت ناويه تعملي معاه ايه دلوقتي؟ مش عارفه يا يوسف. انا مهم عندي ان خالد بكره يخرج بالسلام. انا مش عارفه هقول له وشي ازاي، خصوصا انا سبب في البهدله اللي هو اتبهدلها دي. Thank you.
ايه اللي اخرك كده؟ انا قلت انت مش هتيجي. يا عم صباح الفل. يا عم اي صباح، يلا بينا بسرعه. استنى جبت الفلوس. فين الشيك؟ لا الشيك هيفضل معايا شويه. ليه يفضل معاك؟ ما الفلوس معاك. ايه؟ لا ما انا عايز اعرف مالك هتعمل ايه. اخي انت شيطان يا اخي، شيطان. شيطان؟ طب يا عم الملاك شوفوا حد غيري بقى يتنازل. قدامي ألف حمد لله على سلامته يا مدام فريدة. الحمد لله، ده أحسن خبر سمعته. لا اطمني، مفيش حد من الموظفين هيعرف. حاضر. لا مفيش حاجة. أكيد حضرتك مش جاية النهاردة؟ خلاص ولا يهم حضرتك. مع ألف سلامة. إيه الحسام اللي أنت بتعمله ده؟ بعمل إيه؟ افرض حد من الموظفين شافنا. طيب ولا يهمني، ايه المشكلة يعني؟ لكن يهمني أنا. بقول لك إيه؟ قريبك طلع بره. وأنت فاكراني يعني نايم على وداني؟ ما أنا عارف إن الولد اتنازل عن المحضر. أكيد حازم هو اللي قالك. يا بنتي أنت شغالة مع أقوى جهاز مخابرات في الشركة دي كلها، يعني دبة النملة لازم أعرفها. أنت مالك حسستني فجأة كده إن أنت عارف كل حاجة؟ عشان أنا بجد عارف كل حاجة. بقول لك إيه صحيح؟ هي فريدة جاية النهاردة ولا لأ؟ متأكدة؟ تاني تاني تاني. ملوكة القمر داخل عليا. ايه الحلاوة اللي انت فيها؟ الله الله الله، كل ده عشان قلت لك حلاوة. ده انا كنت لسه هكمل. ممكن خلاص يا اوفر. خلاص ماشي اتفضلي. بصراحة يعني انا كنت جاي اشكرك على اللي انت عملته. اللي كان محبوس ده خالد اخويا على فكره، وانت بنت خالتي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه بس لولا انك عرفت تتصرف في موضوع ايه ده انا كنت هروح اعترف. تعترف ايه بالظبط؟ ما هي دي المشكله يا يوسف، انا كنت خايفه ان اياد يتهور ويقول لخالد على كل حاجه. انت قصدك على موضوع بيروت صح؟ ايوه. في حاجه تانيه؟ لا 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 مفيش حاجه. يوسف انت لسه شاكك في الكلام اللي قاله اياد عنك؟ لسه شاكك؟ هو انا اصلا كنت في الاساس شكيت يا ملك. طب انت قلت لخالد على الكلام اللي قاله اياد؟ على اساس انت مش عارفه خالد من غير ما اعرف اي حاجه وراح رزع الواد علقه. لو كنت قلت له كان عمل فيه ايه بقى؟ طب الحمد لله. طيب انا هسيبك بقى تشتغل عشان عطلتك وهعدلها تاني. طب خدي ال. لا يا روحي. طب ما تحرمنيش بقى من. ماشي يا ملك نكمل. كنا بنعمل حمام ولا كنا بنعمل ايه؟ ايوه قول لك ايه. انا مش عايز مشاكل. وانا كنت عملت لك ايه يعني؟ عماله تلفي وتدوري على موضوع ملك واياد، عايزه تثبتي ايه بالظبط؟ وانت ايه بقى اللي مضايقك في حوار الست ملك ده؟ بقول لك ايه؟ الواحد لسه ما فقش موضوع الهاني مون ده. وبعدين انت حاطه ملك في دماغك ليه يعني؟ عملت لك ايه؟ انت اصلا مش في دماغك ولا انت عايزه تولعي البيت وخلاص؟ ماما لو عرفت حاجه زي دي الدنيا هتولع. وانا بقى هستفيد ايه لما تحصل مشكله كبيره؟ وبعدين لا بتاعت مشاكل ولا بتاعت نكد، وانا كمان قرفت قوي الفتره اللي فاتت. على العموم بكره تعرف ان كلام فاطمه هو اللي هيطلع صح. مفيش فايده فيه. فخلاص قرفت منه. شرفتي. مبروك على اخوك الافراج، بس ما تنساش موضوع ملك. قدامك مهله 24 ساعه عشان يوصلني الرد.
اتفضل. ممكن اقعد؟ اتفضلي يا ملك. انا اسفه قوي يا خالد. ليه يا ملك؟ انت كل ما هتشوفيني هتعتذري بالله. لا بس يمكن عشان اللي حصل ده حصل بسببي. لا خالص، انا اللي اسف. كنت فاكر ان انا بصلح الموضوع، طلعت ببوظه اكتر. ايه ده؟ لا دي تلاقيها رساله على الفيسبوك. مش هتشوفها؟ شوفها. مبروك الافراج، بس هي ملك تستاهل منك كل ده؟ مفيهاش اختلافات، إن قدرنا ونصيبنا نعيش